إن لم تحترم قوانين الزعيم الكوري كيم جونغ أون وتلتزم بسياساته الموضوعة فقد تسحق كحشرة ضعيفة ويمحى أثرك إلى الأبد. فتاريخ كوريا الشمالية قد أعيد كتابته من جديد كما يتفق مع أهواء كيم الشخصية، فأمر بوضع شعار ضخم فوق تلة مرتفعة مكتوب عليها يحيى الجنرال كيم شمس كوريا الساطع، وقام بمنع المواطنين من إدارة ظهورهم لتماثيله المنتشرة في الميادين، إضافة إلى إجبار التلاميذ بالمدارس على تقبيل صوره الشخصية بشكل دائم. وحظر على شعبه إطلاق اسم كيم على المواليد الجدد، كذا حظر استخدام لفظ الزعيم على أي مخلوق إلا له فقط، وجعل يوم ميلاده 8 يناير عام 2010 عطلة وطنية اعتزازا بنفسه. كما فرض كيم عقوبات شديدة على كل من يراه ولم يصفق له بحفاوة، ومن يتوقف عن التصفيق قد يسجن 10 أعوام أو يلقى حتفه ونهايته.